أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة المسلمون، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم إن شاء الله عز وجل حول الرجاء والخوف. لا شك بأن الله عز وجل خلق بني آدم، وبنو آدم مفطور على الطاعة والمعصية، وجعل له شهوات وملذات، ولن يستطيع أحد منا أن يزكي نفسه ويقول أنا ملكا لا أخطئ أبدا. ولهذا فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم، فأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. من هنا أيها الإخوة المسلمون، جاء الكلام حول رحمة الله عز وجل وعقابه، والناس في ذلك بين إفراط وتفريط. فمن الناس من يتكل على رحمة الله عز وجل فينطلق وراء الدنيا يلهث ووراء الشهوات طالب، ومنهم من يغلب جانب الخوف فلا يعرف إلا الخوف والعقوبة، وخير الأمور أوسطها. ولهذا جاء عن عمر بن عن أبي بكر الصديق أنه قال: قرأت القرآن كله فما وجدت أرجى من قول الله عز وجل: قل كل يعمل على شاكلته. فشاكلة العبد هي المعصية، وشاكلة الرب هي المغفرة. ويقول عمر بن الخطاب: قرأت القرآن كله فما رأيت أرجى من قول الله عز وجل: غافر الذنب وقابل التوب. ويقول عثمان بن عفان: قرأت القرآن كله فما وجدت أرجى من قول الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ويقول عثمان بن عفان: قرأت القرآن كله فما وجدت أرجى من قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولهذا أيها الإخوة المسلمون، حينما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مقدار وسعة رحمة الله عز وجل، بيّن لهم من خلال تمثيل واقعي. فكان الصحابة في معركة من المعارك، فإذا بامرأة تبحث عن ابن لها وقد غاب عن أنظارها، فبعد لهفة شديدة وحرقة للأمومة فإذا بها تتلقف الصبي الرضيع وتضمه إلى صدرها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أو تظنون أن هاته ملقية لابنها في النار؟ فقالوا: والله والله لن تفعل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فالله عز وجل أرحم بعباده من هاته بابنها. الله عز وجل أرحم بعباده من هاته بابنها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد خلق 100 رحمة، فجعل رحمة واحدة بين مخلوقاته، حتى أن الدابة لتأخذ أو لترفع حفرها خشية أن تطأ صغيرها بسبب هاته الرحمة. وجعل لنفسه 99 رحمة، حتى إذا جاءت يوم القيامة ليحاسب عباده فإنه يضم رحمته التي وسعها بين خلقه، يضمها إلى رحمته ويحاسب بها عباده. ولهذا أيها الإخوة المسلمون، رحمة الله عز وجل غلبت غضب الله عز وجل، وعفوه سبق حسابه. ولهذا حينما جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، من يحاسب الناس يوم القيامة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله عز وجل. فقال الأعرابي: بنفسه؟ فقال: بنفسه. فولى الأعرابي وهو يضحك، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أعرابي، ما يضحكك؟ فقال: أضحكني أن الله عز وجل كريم وقادر، والذي يكرم ويقدر إذا حاسب فإنه يعفو. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: صدقت يا أعرابي، لا أكرم من كرم الله عز وجل، وإن القادر إذا حاسب
عفا وإن قدر عفا. ولهذا حينما أذنب عبدا ذنبا استغفر الله عز وجل فغفر له، ثم عاد فأذنب مرة ثانية فاستغفر الله عز وجل فغفر له، ثم عاد وأذنب مرة ثالثة فاستغفر الله عز وجل فغفر له وقال له افعل ما شئت فإنني قد غفرت لك. قال العلماء ما دام هذا الشخص يذنب ويستغفر الله عز وجل فإن مغفرة الله عز وجل ستلحقه وستصله إن شاء الله عز وجل. ولهذا كما جاء في الحدث في الحديث المتفق عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة حتى يضع الله عز وجل كنفه عليه ويذكره بذنوبه وهو يقول له عبدي أولم تفعل كذا في يوم كذا في مكان كذا، يقره بذنوبه التي أذنبها في الدنيا، والعبد يقول أي ربي نعم أي ربي نعم أي ربي نعم، فيقر بذنوبه فيقول له رب العزة قد أبدلت سيئاتك حسنات، قد أبدلت سيئاتك حسنات، أأسترك في الدنيا ولا أغفرها لك يوم القيامة. أيها الإخوة المسلمون، أردت أن أذكر بهذا المعنى حتى لا يطغى علينا أسلوب الترويع والترهيب من الله عز وجل. وكم من مقبل على الله عز وجل كان سببا لإدباره أن أناسا تلقفوه ولم يحدثوه إلا عن القبر وعذابه وعن الجحيم وسعيرها. ولكن كما قلت في البداية، الله عز وجل وإن كانت رحمته واسعة إلى أن غضبه شديد، إلى أن غضبه شديد. ولهذا حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان جالسا في داره فإذا بامرأة عجوز تقرأ قول الله عز وجل هل أتاك حديث الغاشية، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصيبه خوفا شديد ويخرج وهو يقول نعم أتاني نعم أتاني نعم أتاني. وكان عمر بن الخطاب وهو من العشرة المبشرين بالجنة يقول والله لو كانت إحدى رجلاي في الجنة والأخرى خارجها ثم علمت أن رجلا يدخل النار لخشيت أن أكون أنا. لم يغتروا بأعمالهم ولم يغتروا ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولهذا عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الذي كان يقول عن نفسه إنا لي نفسا تواقة قد تاقت إلى فاطمة فتزوجتها وتاقت إلى الإمارة فنلتها وقد تاقت إلى الجنة وإني إن شاء الله لمدركها، كانت زوجه تصفه وتصف حاله فتقول والله ما كان بكثير صلاة ولا بكثير صيام ولكن كان يذكر الله عز وجل على فراشه فيرتعد مثل ما يرتعد العصفور حتى إن لنقول ليصبح الناس ولا خليفة لهم من شدة خوفها أن يهلك بسبب خوفه وخشيته من الله عز وجل. ولهذا أيها الإخوة المسلمون، يجب أن يعبد الله عز وجل خوفا ورجاء. حينما يوسوس لك الشيطان بأن تعصي الله عز وجل، فهنا تذكر عقوبة الله عز وجل، تذكر يوم أن تقف بين يدي الجبار، تذكر يوم أن تقف بين يدي الله عز وجل، يوم يود المجرم لو يفتدي ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، ثم بعد ذلك يدعو الله عز وجل أن ينجيه. والله عز وجل من كمال حلمه علينا أنه يمهلنا ويعطينا الفرصة تلو الأخرى عسى أن نعود وأن نتوب
وأن نستدرك حالنا وأن نلجأ إلى ربنا. وهذا شاب من بني إسرائيل عبد الله عز وجل 20 سنة، 20 سنة وهو يعبد الله عز وجل، ثم سولت له نفسه فترك العبادة وطلق الآخرة وتعلق بالدنيا وملذاتها 20 سنة أخرى وهو في المعصية. فنظر يوما إلى نفسه في المرآة فإذا به يرى وأن الشيب قد برز في لحيته وعلى شعره، والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول في الأثر المروي عنه: ما من شعرة تشيب إلا وتقول لأختها استعدي فقد حان وقت الرحيل. فحينما رأى هذا الشاب نفسه وكيف أنه على شفا لقاء الله عز وجل، تكلم بصوت عال وقال: ربي عبدتك 20 سنة وعصيتك 20 سنة، أفإن عدت إليك تقبلني؟ فسمع صوتا ولم يكن يرى شيئا يقول له: عبدتنا فأحببناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك، إن عدت إلينا قبلناك بالتوبة والرأفة والمغفرة. ولهذا يذكر عمرو بن العاص أنه يذكر عن نفسه وهو يحتضر، قال: والله كنت قبل مجيء الإسلام أو قبل أن أسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم من أبغض الخلق إلى نفسي، وخشيت لو أموت على تلكم الحالة أن أكون من أهل النار. فقذف الله عز وجل حب النبي وحب الإسلام في قلبي، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا رسول الله، مد يدك لأبايعك. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقبضت يدي، فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لي: ما بك يا عمر؟ فقلت: لا أبايعك إلا بشرط. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وما شرطك يا عمر؟ فقلت: أبايعك على أن يغفر الله ما تقدم لي من ذنبي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عمرو، أوما علمت أن التوبة تجب ما قبلها وأن الإسلام يجب ما قبله؟ فيقول. فصار النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إلى قلبي، ولو سألتموني الآن أن أصفه لما استطعت أن أصفه، لأنني لم أملأ عيني منه منذ أن أسلمت احتراما له وتقديرا ورفعة لشأنه. وحينما سأله ابنه وهو يحتضر: يا أبتاه، كيف تجد الموت؟ قال: وكأن جبال الدنيا على صدري، وكأنني أتنفس من ثقب إبرة. ولهذا أيها الإخوة المسلمون، استصحاب الخوف من الله عز وجل حال الإقبال على المعصية، واستحضار رجاء الله عز وجل حال الإقبال على الله عز وجل، هما جناحي النجاة في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لحسن التفقه في دينه، وأن يشرح صدورنا لإسلامه، وأن يهدينا ويهدي بنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه تجدوه غفور رحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.